السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Walking Around VSphere Virtual Networking من كورس GNS 3 with VMware VSphere and Workstation Mastery. المحاضرة بتاعت النهاردة وكذلك المحاضرة اللي جاية يعني هتبقى فيها شوية لعب. من ناحية ايه؟ هنشرح تكنيكس الفيرتشوال نتوركينج زي ما احنا شرحناها في الوركستيشن، هنشرح برضو نفس التكنيكس في الفي سبير. ولكن الافكار اللي هنشرحها النهاردة وهنطبقها النهاردة هتهمنا جدا 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 لما نيجي نخش في محاضرات الجي ان اس 3. تمام؟ طيب تعالوا يعني نظبط كده شوية حاجات في اللايرز، اوكي، عشان الكتابة ما تروحش على الصورة بس. فطبعا زي ما قلت ان اللي انا هشرحه في المحاضره دي وكذلك المحاضره اللي جايه مهمه جدا جدا جدا، لان احنا هنسترجع السكيلز اللي احنا هنتعلمها في الفيديو ده والفيديو اللي جاي لما نخش على الجي ان اس 3. تمام؟ طيب كلام جميل، لان طبعا احنا في الكورس ده الحاجه اللي سبيشال فيه مش اننا نربط الجي ان اس 3 بالورك ستيشن، لان ده اوريدي يعني شرحناه كذا مره قبل كده في كذا كورس، ولكن الفكره ان احنا ازاي نربط الجي ان اس 3 بمكان بفيرتشوال ماشينز والفيرتشوال ماشينز على الفي سبير. تمام؟ طيب كلام جميل. قبل ما ابدا يعني اخش في العميق، يعني تعالوا نبص كده على هنا. فلو رحت عن inventory اللي هو 1 2 configuration، روح على networking من فوق هنا، تمام، هتلاقي هنا في حاجه اسمها standard switch v switch 0 وفي standard switch v switch 1. اوكي؟ طيب كلام جميل. ايه v switch ده؟ يعني ما تقوليش هو ايه v switch 0 وايه 1 ده، لا، اسال الاول هو ايه هو ال v switch ده، ما معنى ال v switch. طيب مبدئيا كده السيرفر اللي انا فاتحه ده سيرفر فيزيكال، تمام؟ تعالوا عشان افهمكم بقى، عشان كده انا عامل ايه الوايت شيت. اوكي، انا عندي في الشبكه بشكل سيمبل قوي راوتر واصل من بورت على الانترنت على الانترنت، تمام، وانسايد واصل على سويتش سيسكو، تمام، سويتش سيسكو واصل بيه سيرفر، اوكي، اللي هو سيرفر 1 و ESXi سيرفر 2. يعني الشبكه اللي انا فيها دي 192.168.1.0/24. السيرفر اللي انا فاتحه ده اللي هو ESXi 1 وفي عندي برضه كذلك ESXi 2. السيرفر دوت 1 ده اسف ESXi داش 1 ده واخد اي بي دوت 2، يعني 192.168.1.2، و ESXi 2 واخد اي بي دوت 3. تمام؟ طيب كلام جميل. الاي بي اللي شايله الاي اس اكس اي، تمام، ده يعتبر المانجمنت اي بي، تمام، فبالتالي الاي بي ده هو اللي انا من الاخر بفتح بيه السيرفر، هو اللي يعني ده الاي بي اللي بخش بيه على الانفنتوري او على الفي سبير سيرفر، تمام، وده اللي احنا عملناه او ظبطناه لما دخلنا مثلا هنا، خش هنا الباسورد، اوكي، اللي هو الاي بي ده اللي هو يعني ادينا للسيرفر عن طريق الكونفيجريشن، رحنا على الاي بي في فيرجن 4 عملنا ستاتيك ادينا له الاي بي بتاعه، ده المانجمنت اي بي. تمام؟ هو بيعتبر بقى ايه؟ بيعتبر ان الفيرتشوال سويتش من الاخر، تمام، هو مجموعه من البورتس، هو ما بيعتبروش سويتش، هو بيعتبره مجموعه من اللوجيك بورتس. حتى هتلاقي هنا في حاجه اسمها بورت جروب، اوكي، في بورت جروب اسمها في ام نتورك وفيها فيرتشوال ماشين اسمها ديبجز داس سيرفر. معلش بقى فهمني القصه. طيب انسايد السيرفر ده، تمام، البورت اللي سيادتك شايفه ده، البورت اللي انت شايفه ده اللي بيودي على السويتش ده، سويتش سيسكو عندي في الشبكه، وده الراوتر، اوكي، ده هواوي راوتر اي دي اس راوتر عادي جدا، تمام. السيرفر بيكرييت او الاي اس اكس اي بيكرييت سويتش. طبيعي جدا السويتش ده بيكون ايه، لو انت بصيت بشكل على المقطع بتاعه هتلاقي فيه بورتس، تمام، هتلاقي ايه، هتلاقي فيه بورتس، حلو، في بورت منهم هو اللي رايح على السويتش، وده اللي الاي بي بتاعه ايه 192.168.1.2، تمام، ده بيسمى المانجمنت بورت، تمام، وده بيحطه خلي بالك بقى
ده بيحطه في جروب اسمه الكيرنل، تمام؟ جروب اسمه الكيرنل هتلاقيه هنا اهو، الفي ام كيرنل بورت، تمام؟ طيب ده كلام جميل جدا، احنا واحده واحده هنمشي مع بعض. طيب هو مش السويتش انا ممكن الم شويه بورتات واحطها في في لان 10؟ ها الناس اللي ذاكرت الان ايه والان بي، مش انا ممكن اخد شويه بورتس كده واكرييت في لان 10 وادخلهم على في لان 10؟ ممكن اكرييت شويه بورتس واكرييت في لان 20 وادخل التو بورتس مثلا دول على في لان 20. كلام جميل جدا. طيب ممكن اسالك سؤال، لو انت عندك سويتش فيه 24 بورت ورحت انت خدت منهم 23 بورت دخلتهم في في لان 10، هيبقى لك بورت واحد، تمام؟ البورت ده حاجه من اتنين، يا اما ترانك البورت المتبقي، تمام؟ انت خدت 23 بورت حطيتهم في ايه؟ حطيتهم في في لان 10، باقي لك بورت، البورت ده اما اللي على السويتش اما يكون ترانك او اما يكون اكسس، تمام؟ طب كلام جميل، لو ترانك يعني هيشتغل على رينج من الفيلانز، يعني بورت كده ممكن يكون بورت موصل ايه؟ سويتش على سويتش، او مثلا سويتش على راوتر، او ايه؟ سويتش على راوتر، ده لو ترانك. اما لو اكسس يعني ده سويتش رايح على جهاز، اوكي؟ طيب طب تفتكر بقى لو البورت اللي فاضل ده هو اكسس باي ديفولت، تفتكر هو على فيلان كام؟ ها استرجع كده الميموريز بتاعت السي سي ان ايه، المفترض على فيلان 1، صح؟ لان اي سويتش تمام بينزل البورتات بتاعته كلها بتكون اكسس مش ترانك، وبتكون كذلك ايه على فيلان 1. طيب كلام جميل جدا، اللي انت شايفه ده بورت جروب، فيرتشوال ماشين بورت جروب اللي اسمها في ام نتورك، ده يعتبر في لان 1، ده يعتبر على الفي سويتش، ده ايه في سويتش 0، ده يعتبر في لان 1، تمام؟ اللي هو ايه بقى اللي اي جهاز، يعني مثلا هتلاقي هنا دي فوكس ده السيرفر داش 1، لو رحت على الاديت فيرتشوال ماشين سيتنجز هتلاقي نتورك ادابتر 1 رايحه على ايه، نتورك ليبل بتاعها ايه، يعني اسايند على في لان ايه، اسايند على في لان اللي اسمها في ام نتورك، ودي في لان 1، تمام؟ طيب كلام جميل جدا، ممكن اروح هنا بروبرتيز واروح على الفي نت، هيقول لك فيلان اي دي نون. نون يعني ايه؟ يعني الجهاز مش اسايند على اي فيلان، يعني على اور اون اني فيلان، تمام؟ ولكن ده معناه من الاخر ان ده على فيلان 1، لان ما ينفعش الباكت يا شباب لو ما فيهاش تاج الفيلان السويتش لو استلمها، او لو سويتش استلمها بيعتبر ان هي فيلان 1، خدتوا بالكم؟ طيب ده كلام جميل جدا جدا جدا. يبقى الفي سويتش، بصوا ده في سويتش اهو، في ده سويتش وهمي عباره عن 120 بورت، بيقول لك بقى ان هو خد مجموعه من البورتس، ولكن هنا خلي بالكم ما بيحددش مجموعه من البورتس بعدد معين، يعني هنا ما فيش حاجه اسمها ان انت تقول له والله الفي ام نتورك دي مثلا 10 بورت والمانجمنت نتورك دي مثلا ايه 20 بورت، ما فيش الكلام ده، تمام؟ طيب فالفي ام نتورك ده يعتبر بورت جروب او فيلان، ما هي الفيلان على السويتش بتستحوذ على كذا بورت، الكذا بورت دول اسمهم ايه؟ بورت جروب. طيب كلام جميل، المانجمنت نتورك ده يعتبر برضو ايه؟ في لان، تمام؟ ولكن خلي بالك بقى الفي ام نتورك ده البورتس اللي فيه كلها ايه؟ ها شايفين؟ كلها ايه؟ اكسس على في لان 1، لكن المانجمنت نتورك دي ايه؟ بص الفي لان اي دي مكتوب جنبها ايه؟ اول. عارفين يعني ايه اول؟ اول يعني ده بورت ترانك، يعني ده بورت ترانك، والبورت الترانك او من الاخر جروب البورتس دي ترانك، وفي بورت منهم لاير 3 واخد اي بي اللي هو ايه 192.168.1.2، ده انت عشان سيادتك تستخدمه عشان تاكسس على الفي سفير. طيب ده كلام جميل جدا، في ضوء الكلام ده افرض يا سيدي انا عايز اكرييت في لان، تمام، او بورت جروب يضم اجهزه ويدخلهم على في لان 20 مثلا، تمام؟ فساعتها هروح هنا ايه؟ هروح هنا add virtual machine connection types vm kernels، يعني انت من الاخر يعني عايز تضيف group of trunk ports، ولا انت عايز add a labeled network to handle virtual machine network traffic، ده اللي هو concept VLANs. لا والله انا عايز virtual machine، تمام؟ هنا ساعتها هيقول لك optional VLAN ID optional، يعني انت ممكن تسيبها none، يعني هو يعتبر على VLAN 1، اوكي؟ او ممكن تضيف، انا عايز اضيف مثلا فيلان 200 اهي، تمام، واسميها مثلا اهي فيلان 200، اوكي. طيب كلام جميل جدا جدا جدا، هروح ادوس نيكست ثم فينش. حلو، ادي اهو كريت برضو بورت جروب اسمه فيلان داش 200، والتاج بتاعته او الاي دي الدوت 1 كيو تاج رقمه 200، تمام. ممكن ساعتها بصوا بقى
ممكن انا ساعتها بقى خلوا بالكم كلاينت 5 انا ما ضفتلوش نتورك ادابتر، تمام؟ ممكن اضيف له من هنا نتورك ادابتر اهو نيكست، واقول له الليبل بتاعتك ايه؟ الليبل بتاعتك في لان 200، ها تمام. كونكت باور اون فينش. اها عارفين ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا كريت او خليت مسكت مجموعه من البورتس، حلو كده، مجموعه من البورتس دخلتهم في في لان 200، حلو كده، في في لان 200، وقلت له بقى ان كلاينت 5 هوصله على بورت من البورتات دي، فاصبح كلاينت 5 ايه؟ موجود في في لان 200، تمام. طيب كلام جميل جدا، نسيبنا من الكلام ده دلوقتي، تمام. تعالوا نبدا بالسهل. ايه هو السهل؟ فيلان، تعالوا نشيل برضو النتورك ادابتر دي بعد اذنكم يعني ان شاء الله، ندوس اوكي، وبعدين هنروح تاني وهنشيل برضو فيلان 200 دي، حلو اوكي. لو انت ملاحظ الفي ام نتورك دي يعتبر فيلان 1، صح؟ معناها ان اي فيرتشوال ماشين، اي فيرتشوال ماشين هحط النتورك كارد بتاعتها في البورت جروب بتاع الفي ام نتورك، المفترض تاخد اي بي في الشبكه بتاعتي عادي جدا، صح ولا لا؟ ها وتحط. طيب تعالوا نجرب كده، لو انا رحت مثلا الى، لان ده فيلان 1 اوكي، وانا الشبكه اوريدي، بصوا الشبكه اللي فيها السيرفر اي اس اكس اي سيرفر 192.168.1.0/24، تمام. الفي ام نتورك ده مجموعه من البورتس موجوده في فيلان 1، تمام. فالمفترض اي فيرتشوال ماشين، يعني هو كانه هنا في سويتش اهو، تمام، وعندي مثلا هنا كلاينت داش 5، وده مثلا السويتش ده اللي هو ايه، في سويتش 0، تمام، والبورت ده موجود ضمن البورت جروب بتاع الفي نتورك اللي هو على فيلان 1، فبالتالي طبعا كلاينت 5 لما يحب يطلع اي ترافيك هتظهر في الشبكه اللي جوه عادي جدا، لان هو جهاز ضمن اعضاء الشبكه. يعني برضه افرض ان ده عايز اي بي، والراوتر عندي في دي اتش اس بي سيرفيس اتس اوريدي انيبلد، تمام، فساعتها الراوتر يقدر، ده ممكن يبعت برودكاست اللي هو دي اتش اس بي ديسكفر، الراوتر يرد عليه بدي اتش اس بي اوفر، والجهاز ياخد اي بي عادي جدا. تعالوا نجرب الكلام ده، لو انا رحت هنا على كلاينت 5، تمام، وقلت له اديت سيتنجز، تمام، ورحت جيت قلت له والله يا سيدي انا عايز اد نتورك ادابتر، اوكي، وطبعا التايب هنا افضل ان اي مكنه تشتغل عليها، يعني تحدد في ام اكس نت 3، ده تعريف او ده نوع من الفيرتشوال نتورك ادابترز، موجود تقريبا على كل الاوبريتنج سيستمز. يعني ممكن تصادف مشكله ان انت تقابل انك تسطب مكنه مثلا ويندوز سيرفر 2012 او 2016 ويكون الديفولت بتاعك هو اي 1000 انهانسمنت انهانسد، فتلاقي التعريف ده مش موجود على ويندوز سيرفر اللي انت سطبته، فبتلاقي ان النتورك ادابتر مش متعرفه. الافضل ان انت تشتغل على في ماكس نت 3، تمام اوكي. المكنه النتورك ليبل، يعني هدخل البورت بتاعها، ادي البورت اهو، البورت ده هدخله على ايه؟ هدخله على البورت جروب بتاع في ام نتورك، يعني المكنه دي اذا اصبحت كانها في وضعيه البريدجت. لو انت هتتكلم بالالفاظ بتاعه الورك ستيشن، في وير ورك ستيشن، تمام، ولو رحت كده دوست اوكي، حلو. ولو انا جيت فتحت باور اون دي سويتش ماشين، فتحت المكنه، تعالوا نشوف هي هتطلب اي بي كام. هي المفترض المكنه مفتوحه من هنا اهو، اوكي، بكرر تاني، انا فتحت المكنه عن طريق الفي ام ورك ستيشن، لان عندي شويه مشاكل مع الفي سبير في الكونسول، يعني لو انا دخلت كونسول في شويه مشاكل في الماوس، تمام. فلو انت برضو قابلتك نفس المشاكل، اطلع على محاضره رقم 16 وبعد كده ارجع تاني للفيديو ده، تمام، عشان تعرف تفتح المكنه ازاي. طيب لو رحت كده اهو، هدخل الباسورد بتاعتي ونستنى نشوف الدنيا ايه. خش كده، بالفعل خدت ايه؟ بالفعل خدت اي بي اهو، يعني بيقول لي دخل على نتورك، المكنه خدت اي بي واصبحت. تعالوا نشوف الاي بي كام، تعالوا ندوس ستارت ار ثم سي ام دي ثم اي بي كونفج. المكنه يا سيدي خدت اي بي، يا صلاه النبي، ده ثواني، اهو الاي بي اهو، اصل انا شفت اي بي من تحت بي 10.301، غريب يعني الاي بي ده، يعني تعالوا نشوف كده ايه 10.301 ده، ممكن يكون
النتورك ادابتر ده، بس anyway ده مالناش دعوه بيه. ادي بالفعل هي خدت اي بي اللي هو 1.100. حلو، ده كونسبت الفي ام نتورك. حلو، ده كونسبت البورت جروب بتاع الفي ام في ام نتورك. طيب تعالوا نرجع تاني. لو انت رحت هنا الى مش نتوركينج بقى، رحت للنتورك ادابترز. ايه النتورك ادابترز دي؟ الفيزيكال بورتس اللي على السيرفر. يعني السيرفر اللي عندي ده اتش بي جي 7 لا جي 6 تمام. هذا السيرفر عليه اربع بورتات فيزيكال، يعني 4 بورتس 4 نيك كاردز تمام. فانا مستخدم اتنين، في اتنين عندك هنا بص ها، هتلاقي فول فول تمام، يعني ايه لو ده داون داون، يعني في اتنين انا شغال بيهم. في واحد شغال على ايه، في ام نيك 3، وده شغال على السويتش، ده اللي رايح على السويتش اللي انت شايفه ده تمام، ده رايح على السويتش اللي انت شايفه اوكي. طيب وفي واحد تاني ده ايه، هقول لك ده ايه يا سيدي. انا موصل كيبل ما بين سيرفر E6i1 او E6i2 و E6i1 تمام. فالبورت التاني اللي بيوصل السيرفر اللي هو 1.2 ده تمام بمين، يوصله ب E6i server 2. فلو انا رحت نتوركينج هنا مثلا، لو جيت هنا هتلاقي هنا ايه، هتلاقي بيقولك device ID. خلي بالك البورت ده متفاعل عليه بروتوكول CDB Cisco Discovery Protocol، يعني مع ان ده بروبرايتري بروتوكول لكن في وير اشترت حقوقه من سيسكو، وبالتالي بروتوكول متسطب موجود يعني على الفي سبير، هو شايف ديباج داش سويتش اوكي. تعالى من هنا بقى هتقول لك، هيقول لك ايه نوت افيلبل ان ذيس فيزيكال ادابتر، مع ان يعني هو اوريدي واصل بالسيرفر 2 لكن هو هنا مش جايب اي معلومات، يعني قد تكون المشكله من ناحيه مين، من ناحيه سيرفر 2 anyway. طيب كلام جميل جدا. انا كده وضحت لك الوظيفه بتاعت الفي ام نتورك اوكي، وكذلك ازاي تقدر تعمل بورت جروب لفيلانز. حلو، موضوع البورت جروب لفيلانز ده مهم جدا جدا جدا، وبيطبق بشكل فظيع بشكل قوي جدا عمليا وبشكل منتشر. ومع ذلك مهندسين كتير، انا بتكلم عن خبره عمليه لاني انا بشتغل في التركيبات تمام، بشتغل استشاري في التركيبات، ففي مهندسين كتير بيكلموني فيما يخص ان هو يعني يقول لك انا حطيت والله مكنه في فيلان 10 ومكنه برضو فيلان 10 ومش عارف اطلع الايه، مش عارف اطلع الباكتس من البورت او مفيش كونكشن اوكي. القصه دي كلها لازم تفهم وده بقى اللي هيتحقق ان شاء الله من المحاضره دي والمحاضره اللي جايه، ازاي تقدر تلعب بالفيرتشوال نتوركينج على الفي سبير تمام. طيب كلام جميل، احنا اتفقنا الفي نتورك دي مجموعه البورتس من الفي سويتش 0 الاسايند على فيلان 1. طيب افرض سيادتك، حلو كده، افرض انت عندك شبكه، تعالوا بقى ايه نتخيل، يعني هنرسم من اول جديد للاسف، يعني هنروح هنا اهو انترنت، والانترنت هنا واصل على الراوتر سيسكو بتاعي، وعندي هنا سويتش، وعندي هنا بقى ده E6i server 2، وعندي هنا E6i لا اسف ماشي خليه ده 1 anyway تمام. طيب كلام جميل جدا، كلام جميل. افرض الشبكه دي فيها VLAN 1 وفيها VLAN 10 وفيها VLAN 20 تمام. فالاي بي مثلا بتاع VLAN 1 ممكن يكون مثلا 192.168.1.0/A24، والاي بي بتاع VLAN 10 افترض انه 10.10.0/24، والاي بي بتاع VLAN 20 افرض ان هو 10.20.0.0/24. حلو، افرض ان انت عندك الثري VLANs دول اوكي. عاده انت هتستخدم VLAN 1 اوكي في المانجمنت، يعني ان انت تدي السبنت دي تدي منها اي بيهات للاجهزه بتاعت الشبكه عندك عشان تقدر تريموت يعني تخش عليها ريموتلي او عن طريق التلنت اتش تي بي اتش بي اس 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 اتش اني واي. يعني مثلا ممكن اخد اي بي، يعني لما احب امانج السويتش ده لازم يكون لي اي بي، فعاده بدلهم او الراوتر او السيرفرز من الفي سبير، فعاده بدلهم في فيلان 1. طيب افرض بقى تمام السيرفر ده اي 6 اي، افرض ان هو عليه سيرفرين فيرتشوال تمام، واحد بتاع الاي تي ابلكيشن عليه الابلكيشن بتاع قسم الاي تي، والتاني عليه الابلكيشن بتاع الاتش ار. حلو كده، طيب كلام جميل.
و افرض ان مثلا VLAN 10 ده بتاع الاي تي VLAN 20 ده بتاع الاتش ار. حلو، طب انا اسالك سؤال بقى، لو انت برضو عند اي اس اكس اي 1 ده، حلو، افرض برضو ان انت عندك برضو اي تي ابلكيشن، اوكي، سيرفر، وعندك سيرفر شايل الابلكيشن برضو بتاع الاتش ار. هنا بقى خلي بالك، هنا ايه، خلي بالك هنا هتحتاج بقى ايه تظبط وضعيه الفيلانز، لان الاي تي ده عايز يخش على فيلان 10، صح؟ عارف انت محتاج ايه؟ انت محتاج السيرفر، تمام، لما يستلم باكتس من السيرفر بتاع الاي تي، فانت لازم لما يستلم الباكتس يفهم ان هي جايه من فيلان 10. ليه؟ عشان لما يروح للسويتش يقول له ان الباكتس دي من فيلان 10. طبيعي جدا جدا جدا، طبيعي جدا 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 ان بورت السويتش ده عشان يفهم VLANs او كل الVLANs لازم يكون في حالة ايه؟ ترانك. ولازم برضو البورت اللي على ESXi2 وكذلك ESXi1، يعني لازم البورت ده والبورت ده يكونوا ترانك على السويتشز، تمام، عشان تقدر تعمل سوليوشن زي ده. ولازم برضو البورت على ESXi2 وESXi1 برضو يكونوا ترانكس، تمام. طيب كلام جميل جدا جدا جدا، والكلام ده هننفذه عملي، تمام. طيب كلام جميل، ازاي اخلي ESXi1 من البورت بتاعه من هنا او من هنا ترانك، وبعدين نشوف ازاي نعمل ده على السويتش. حلو كده. طيب خلي بالكم انا هعمل ده ليه، انا عايز اخلي اللينكات دي ترانك، يعني تفهم كذا فيلان، لان هيطلع منها باكت مثلا طالعه من السيرفر ذات نفسه، وده واخد مثلا دوت 3 وده واخد ايه دوت 2، فده فيلان 1 ممكن تطلع باكتس من الاي تي ابلكيشن في اللينك ده، تمام، ده فيلان 10 ممكن تطلع باكتس من ابلكيشن اتش ار، ده فيلان 20. فبالتالي انا محتاج اللينك ده يفهم اكتر من تاج، يعني اذا محتاج اللينك ده يكون ايه ترانك، اذا لازم التو بورتس اللي بيربطوا او بيقوموا اللينك ده يكونوا ترانك. طيب كلام جميل، المفترض ان انت تبقى عارف ازاي بورت الترانك على سيسكو سويتش تقلبه ترانك، يعني مفترض انت ازاي تبقى عارف ازاي تخلي البورت على سويتش سيسكو يكون ترانك. انا هوري لك ده اللي انت المفترض تكون عارفه وانا هوريه لك، بس انا هبدا من ناحيه السيرفرات لان ده اللي هيبقى جديد عليك شويه. بصوا يا شباب، انا اوريدي، يعني انا اوريدي، تمام، 1.2 البورت بتاعه ترانك، يعني اسف البورت بتاعه اللي رايح يعني للسويتش ترانك. ليه؟ لان انت لو رحت هنا هتلاقي، اوكي، لو رحنا من هنا نتورك ادابترز، نو بروبلم نو بروبلم، ممكن نروح تاني، كان في حاجه استدلاليه بس يعني anyway. هقول لك ده بيبقى ازاي. بصوا هفترض ان 1 2 هو الاي اس اكس اي سيرفر ده اللي هو ده، حلو، ما هو ده برضو اي اس اكس اي. عشان تقلب البورت للترانك اللي هو ايه البورت اللي انت عايز تقلبه، الفي ام نيك 3 ده، انت عشان تقلبه للترانك، ها، تمام، لازم تروح للايه، للمانجمنت كونسول، يعني لازم تخش على الكيرنل او اسف الكونسول سكرين بتاعت الاي اس اكس اي، هتدخل اليوزر نيم والباسورد كانك بتدي له اي بي، تمام، وتروح على فين؟ تروح يا سيدي على كونفيجر مانجمنت نتورك على في لان اوبشن. ممكن انت تحط رينج بقى، هو بيقول لك ممكن تحط رينج من 1 ل 4094 او ممكن تحط 4095. لو انت حطيت 4095 هي لو من 1 اهو، لو من 1 ل 4000 او ممكن يعني هو مش عارف ليه مش راضي، بس anyway مش راضي يعمل الشارت، بس انا ممكن اقول له ايه 4095، يعني كده انت هتشتغل ترانك اون اول. اوكي كده هتشتغل ترانك اون اول كده. انا يو انترد اي دي، بص بيقول لك ايه، يو انتر ذا VLAN اي دي اوف 4095، ذيس هوست ويل ريسيف اول VLAN tagged frames اند بي ايبل تو سنت اني VLAN tagged frame، يعني هو هيتعامل مع كل الفيلانز. ممكن انت زي ما انا قلت لك تحط ايه، تحط ايه رينج، تمام، بس انا مش عارف بصراحه يعني الشرطه ليه ما بتتكتبش هنا، يعني على الفيزيكال سيرفر يعني 1 2 انا عملته ترانك بالطريقه دي، ولكن ال 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 الشرطه بقدر اكتبها عادي، لان افرض انا يا سيدي مش عايز اخلي كل الفيلانز تكون شغاله على البورت ده، افرض انا عايز برينج معين من 10 ل 20، ولكن anyway اوكي انا هخليه على كل الفيلانز 4095 anyway، وبعدين هطلع اسكيب ثم واي اهو. حلو قوي كده، كده اشتغل او بقى البورت ده ترانك من ناحيه السيرفر،
اوكي. وبالفعل انا 1 2 ده 1 2 اوكي ده انا مخليه ترانك، ولكن الفكره ان هو مش هيظهر لك هنا. يعني هو انت هتلاقي هنا الفيلان ايه، هتلاقي الفيلان هنا مكتوبه 1 1 ده يقصد يعني ان الاي بي ده البورت اللوجيك بورت اللي واخد الاي بي ده ده فيلان 1، ولكن تقدر تتكت الكلام ده في المانجمنت نتورك هتلاقي فيلان اي دي اول. تمام طيب كلام جميل. تعالى عشان افهمك القصه دي، انا فيلان 1 اوكي خليته ترانك بالفعل اوكي. طيب تعالى مثلا نفتح هنا الاي 6 اي بس على 245.3 245.2 ده في سبير 1، انا كريت في سبير 2 تمام. المفترض انا ما عملتوش ترانك. تعالوا نشوف انا لو فتحته من هنا ايه اللي هيحصل. الباسورد لو انا رحت من هنا على نتوركينج، بصوا المانجمنت نتورك هنا ما فيهوش حاجه اسمها اول فيلان اول، صح ولا لا؟ طب كلام جميل. تعالوا نروح على في سبير 2، يعني البورت ده بتاع في منك 0 تمام، ده مش ترانك. طب تعالوا نخليه ترانك ونشوف اللي هيحصل ايه. F2 دخل الباس ويا سيدي ها ها هتروح على كونفيجر مانجمنت نتورك في لان اوبشن 4395 بعدين دوس انتر انتر اسكيب واي يعني يس طبق. حلو قوي كده. تعالى نعمل ريفرش. بصوا 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 اهو في VLAN ID اتضافت اهي اول، ما كانتش موجوده ما كانتش موجوده تمام. يبقى انت كده تعالى نرجع بقى تاني. انا بالفعل كده وريتك ازاي تخلي E6I1 وE6I2 البورتس اللي عليهم يكونوا ترانك تمام، بالطريقه اللي انا وريتها لك. ناقص بقى ان انت تروح على السويتش وتخلي البورت المواجه لE6I2 وE6I1 برضو ترانك تمام. طيب تعالوا نخش على السويتش، ممكن نفتح السكيور سي ار تي. والمفترض السويتش الاي بي بتاعه 1.9 فممكن اخش عليه تلنت كمان، تلنت اسرع شويه 1.9 و تلنت. ثم اقول له اوكي ماشي اوكي تمام شو اي بي انترفيس بريف ده البورت. بصوا بقى اللينك ده واصل من السويتش المفترض على الراوتر، ده واصل من السويتش على E6I1 وده واصل من السويتش على E6I2 او العكس. طب اعرف ازاي؟ روح هنا هيجيب لك المفترض اه بصوا بورت اي دي 0/2، يعني هو بيجيب لك الريموت بورت، هو متصل على بورت ايه على السويتش اللي هو 02، يعني 02 ده المتصل من السويتش على E6I1 وده اللي متصل من السويتش على E6I2. ممكن اروح بقى على انترفيس رينج مثلا فاست 0/2 الى 3 واقول له سويتش بورت مود ترانك، سويتش بورت ترانك. ممكن اقول له الاود في لان 1 الى 4000، 1 الى كام بقى؟ اول، ممكن اقول له اول تمام اهو دو شو انترفيس ترانك. هتلاقي اهو هو اوريدي 0/1 و0/2 و0/3 دول ايه؟ دول شغالين ترانك عادي جدا من 4000 ل 4594 في كل بورت، يعني اللي هو التوتال يعني 4095 تمام. انا كده يعتبر مجهز طبعا. لو انا بقى ايه ده 1.2، انا وريتك على في سفير 1 و2 عشان تعرف الطريقه، لان انا مش هقدر اوريك الشاشه يعني بتاعت 1.2 او 1.3 لان دول فيزيكال تمام. فتعال نخش على 1.3 بقى تمام. 1.3 واهو اوكي اجنور ونروح يا سيدي ده في ما شاء الله مكان كتير، بس anyway يعني ملناش دعوه. هنخش هنا على configuration networking تمام. هتلاقي هنا شايفين فين المانجمنت نتورك اهو VLAN ID wall، يعني هو ترانك والناحيه السويتش عادي برضو هي ترانك. طب كلام جميل. افرض بقى تمام، تعالى نلعب لعبه جميله وده اللي احنا هنعمله هنا بقى عشان نطبق الكونسبت بتاع VLANs. انا هخلي 5 في VLAN 10 تمام، وهخلي 3 في VLAN 10 وهخلي 6 في VLAN 20 وهخلي 4 في VLAN 20. ها ده سكيل لو انت قدرت تعملها هتقدر
تاخد او تعمل مكاسب كبيره جدا 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 جدا. تمام. يعني انا كده من الاخر يعني ممكن اربط بقى ايه، اعمل انفذ السوليوشن ده، ان انا اوجه الفيلا اي مثلا جهاز في فيلان 10 هنا يقدر يكومنيكيت مع جهاز من فيلان 10 هنا، وهنا فيلان 20 يكومنيكيت مع جهاز هنا فيلان 20 عادي جدا جدا جدا. تمام. طب ده بقى هناخده ازاي؟ ده تقنية بقى هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن انا هطبقها لك بشكل مختلف. انا اوريدي وريتك تقنية لربط الفيلانز على السيرفرين، تمام، عن طريق التقنية دي، ان انا اخلي هنا ده ترانك وده ترانك وده ترانك وده ترانك، تمام. ولكن في طريقة تانية، والطريقة التانية دي بقى اللي هي بسببها انا موصل كابل مباشر ما بين E6i1 و E6i2، تمام. فدي ان شاء الله هنشرحها المحاضرة الجاية. طب ليه الكلام ده؟ هقول لكم ليه. اولا انا اتكلمت مثال ممكن يكون عندك بشكل عملي، فعمليا انت ممكن تواجه سيناريو زي ده، فانت لازم تعرف السكيل دي، تمام. طيب في مثال اخر، افرض انت اوكي انا حاطط الجي ان اس 3، يعني احنا هنشتغل على جي ان اس 3، انا حاطط الجي ان اس 3 على ديباجز سيرفر 1، تمام. ديباجز سيرفر 1 ده سيرفر ويندوز سيرفر 2012 متسطب عليه برنامج الجي ان اس 3. افرض بقى برنامج الجي ان اس 3 ده انت عايز تعمل عليه توبولوجي بسيطه وسيمبل جدا، ادي سويتش مثلا اي او يو سويتش، وعايز تربطه بكلاينت داش 5 اللي على ايه؟ اللي هو على اي اس اكس اي 1، وعايز تربطه بكلاينت داش ها داش ايه؟ داش 3، وده على اي اس اكس اي 2. فهمتوا؟ يعني افرض انت، انا التقنية دي او السكيل اللي احنا هنتعلمها بقى الفيديو الجاي مهمة جدا. ليه؟ لانك انت تقدر بيها تكريت توبولوجيز على جي ان اس 3، والمكان ممكن يكون موجود على السيرفر اللي فيه المكنة اللي الجي ان اس 3 متسطب عليها. يعني جي ان اس 3 متسطب على ديباجز سيرفر 1، وديباجز السيرفر ده اللي هو فين؟ اللي هو ده موجود على اي 6 ديباجز ده سيرفر داش 1، يعني ده موجود اسف على اي 6 اي سيرفر 1، تمام؟ يعني جي ان اس 3 هنا. طب سهله جدا ان انت تربط مكن على نفس الانفنتوري بالجي ان اس 3، لان اوريدي هم موجودين مع بعض في نفس المكن، في نفس الانفنتوري، في نفس اللي هو ديباجز اللي هو اي 6 اي سيرفر 1. الفكره او اللقطه، افرض انت عندك مكن بقى هنا حلو كده، وعايز تربطه في توبولوجي متكريته على جي ان اس 3 اللي على المكنه دي. ها، فالتقنيه دي هتساعدك. ليه؟ لان انا بقى لو ربطت التو سيرفرز اللي هو اي 6 اي سيرفر 1 و2 في لانز، اقدر اخلي اي مكنه من هنا تكومنيكيت مع مكنه من هنا، شرط بس ان هم يكونوا موجودين في نفس الفي لانز. فهمتوا القصه؟ طيب ده كلام جميل، فده اللي احنا هنشتغل عليه باذن الله المحاضره اللي جايه. ولكن سيناريو المحاضره اللي جايه مش هيكون مطبق على 1 تو 1 بري، لان اوريدي معمول. احنا هنطبق ده بقى على في سفير 1 وفي سفير 2، تمام، على في سفير 1 وفي سفير 2. يعني هنعمل نفس اللي انا عملته على 1.2 1.3، بس هنطبقه على في سفير 1 و2، لان اوريدي هو معمول على 1 2 1 3، وانا مش هقدر امسح الكونفيجريشن اللي انا عملتها وكريتها مره ثانيه، لان المكنه دي ممكن يحصل لها دامج وبتاع، فمش عايز اخد ريسك. المكنه دي عليها شغل كتير لينا، فمش عايز اخش في الايه في الحوار ده، تمام. فاحنا هنطبق المره الجايه ان شاء الله عشان نركز على في سفير 1 وفي سفير 2، اللي هو في سبير 1 يجابه يعني او يشابه اي 6 اي سيرفر 1، وده يشابه اي 6 اي سيرفر 2، تمام. وهيكون الشكل بقى كالاتي، حلو، ان ده يا سيدي في سبير 1 وده في سبير 2، هم اوريدي متصلين على سويتش اللي هو في ام نت 2 اللي هو على الورك ستيشن، تمام. لو انت رحت بصيت هنا هتلاقي ان النتورك ادابتر بتاعته ايه، في ام نت 2. افرض دي الشبكه الاصليه بتاعتهم، اللي هو زي مثلا 1 2 1 3، دول موجودين في سب نت 192.168.1.0، دول موجودين في سب نت 192.168.245 اوكي دوت 0/24. طب حلو، يعني افرض دي الشبكه بتاعتهم اللي بتطلعها من الانترنت عادي جدا. انا بقى هكرييت، تمام، لينك ما بين في نت في سفير 1 و 2، حلو، وهفتح الفي لانز هنا. فبالتالي لو عملت مكن على في سفير 1 ومكن على في سفير 2، اقدر ارصص المكن في نفس الفي لانز، يعني مثلا مكن في لان 10 يتواصل مع مكن في لان 10 هناك والعكس، والدنيا تبقى
جميلة جدا. هنستخدم السكيلز اللي احنا هنشرحها المحاضرة الجاية، خلي بالكم، في الجي ان اس 3، تمام؟ فأتمنى ان انتوا يعني تكونوا فهمتوا محاضرة النهاردة. انا عارف ان هي ممكن تكون تقيلة شوية، ولكن حسيت برضو ان انت مش فاهم، عيد الفيديو ده كذا مرة، تمام؟ لان كل مرة ما تيجي تعيد الفيديو وتسمع من اول وجديد هتكتشف ديتيلز ممكن تكون غابت عنك، انا قلتها وانت سمعت، بس الحس الادراكي عندك ما ايه ما 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 خدش بالكلمة دي، ما لاحظهاش، تمام؟ ف اوكي، ريبيت ريبيت اند ريبيت اجين. طيب افرض انت عملت، والله عملت عدت الفيديو مش عارف ايه وبرضه ما فهمتش، كلمني كلمني على الفيسبوك او ابعت رساله على الصفحه الرسميه hps://www.facebook.com/ تمام debugs solutions، ده اليو ار ال بتاع الصفحه بتاعتنا، بس قبله بقى ايه www.facebook.com، تمام؟ انا بفضل الله يعتبر خلصت، اتمنى اكون وفقت. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.